لعبة جميلة جدا مع مراد عنده تجارب في المرور كبيرة في التجارب وحوار كبير مر مراد تسديدة على النموذجي وعلى الفتح في
بليتشيا دافعين فابيو مارتينيز فابيو هدف اول واحد والباقي الثانيه والحمراء بعد وضعها فابيو مارتينيز البرتغالي على السويدي سدد الهدف الاول سجل الهدف الاول في المباراه 3-1 تمريره على اليمين حمزه العرضيه ومروان ابعد الكره وانا ابو حمزي حمد العبدان سعيد الحمسل هذه العرضيه على راس ميل خطيره ويبحث عن العرضيات يبحث عن التسديده بروسيا دورتموند حمسل على اليمين العرضيات هي السلاح عاليه شالها جاكوب مخادعه بعدها حارس المرمى جاكوب ريني كان عنده خطوات متقدمه وعليه صعوبه بانه ياخذ الكره فابيو مارتينيز شوف العرضيات 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 والتسديدة آخر الأوراق البرتغالي بحث عن الأوراق الهجومية العبدان حمزي السالم كل هذه الأسماء بحث عنها حمد العبدان غير الاتجاه على اليسار بندر ناصر والعرضية طالع جاكوب وحد محمد رفيق